المنتاز خفيف الورق واللي يسويها منتازي. الله 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 عليك بالشاهي اللي غادي اللون الهل. عليك بالشاهي اللي غادي اللون. ياو من خلى عادته قلت سعادته ما والله اخلي هالعادة هلا منثر علي. لابد لابد اني اشر امسك لي شيء وينتثر. لا حول ولا قوة الا بالله. مدري هي قرادة هي طبيعة هي وراثة. رغم اني والله اني اذكر ابوي ما هو والله هاللون لا ولا ما في احد يعرق فيه يعرف هاللون. هلا والله اذكر انقش الاغراض اللي قدام عاد في وراثه. انا اكفى الدنيا وروح. كيف في وراثه اكفى؟ لا في طبيعه يعني اكفى الدنيا وروح. اما هذا ما والله عزان ما هي باخواني وعزان ما هي بابوي ولا هي. اوه ما علينا. انه الشاي. الله آه الله أصحاب الشاي إنني أقدركم جدا 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 وإنني أقدر مزاجي الذي لا يروق إلا بالشاي. وش قال؟ قال قهوة سوداء. يا ولد وش قهوة سوداء؟ أشرب الله من الشاي اللي قسما بالله هذه وش صيدة. يا حبني لا هو يا ويلي على شوفة ويا واجد روحي عليه ويا بريحة لباس تفضله علي وكبر معروفه واكذب الياقة التما يطري على بالي تكفون يشدوا هلاي ناوي قفي جوفه. انا لي ايام فصده يورالي ما غير ناوي شكفو في راحتي كفوفه كنيتي من شكا من قلة الوالي. يا حبيني لا هو يا ويلي على جوفة هو يا واجد روحي عليه يا بريح لي. اي والله يا وجد روحي عليه يا بريح. ياو اننا نحن كيف اننا نحن كيف انت يا ابو خشمان كويس لكن لا تطرق لاننا نحن. امس ها هنا ها 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 انا ها هنا يعني ها هنا والحين ها نحن. هانت 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 باقي ان شاء الله 14 يوم وعسى الله. يا رب
يا الله يا حي يا قيوم، انك تسترنا بال 14 اليوم هذه، وان لا نجيب الغائبه، بس عسى الله عسى الله يدمدمها، بس بس ونروح هلو، بس باللي احنا فيه حملوا لنا يعني تمتد شوي، والله نجيب الطعم اللي والله لو نجلس 50 سنة انها ما تروح عنا. اعوذ بالله، ودك ان الواحد بس انه يطلع يطلع في السلون، ها هنا ها هنا، انت خلق من يا طويل العمر، لبتن شاهي كاسه فنجال دله، اقلطوا حياكم الله، مرحبا وما سهلا، ها هنا ها هنا، اين انت فؤادي يمتلكك، لا هذه ما هي لك يا ابو خشمه، فؤادي يمتلكك، لا لا ما يمتلكك، لا لا وداعي وداعي يا هاي تضبط وداعي يا تهز ضلوع صدر العاشق الولهان، وداع في من صدق الحزن ما لا يناسيني، فمان الله وعيونا سهر فداعة الرحمن، فمان الله يا أول من سكن من بيني وبيني، فمان الله يا آخر جرح دمي وأول الخلان، فمان الله يا ملح القصيد وباقي سنيني، فمان الله يا ملك بقلبي مرتاح ومطان، ولك بين الضلوع العوب جبت ولك عناويني، عليك ارسل مراسيل الغرام بلا فتى الاحزان، واتوق الرد يذبح طاري الفرقة ويحيني، وانادي يا فلان اقرا رسايل طالبك يا فلان، ولي في شف غرامك وي شسوى في شراييني، واعرف انك قريت اللي كتبت في بعض الأحيان، تشوف الواردات ولا ترد ولا تحاكيني، وانا ماني سفيه وما قفي ما يقبل السفان، ولا اقبل كل شخص يا فرد ضلوعي ويكويني، يكون انت الوحيد اسا محك واغليك مهما كان، قسم بالله ما قبلك بشر قبلك بكت عيني، عطاك الله من أوصاف الجمال الطاغي الفتان، وعطيتك معظم شعور الغلا من دون تعطيني، ودريت انك لغيري وانفجر وسط الصدر شريان، رحلت وقلت يا نبضة الغلا وينك وانا ويني، بموت من الحزن ومن الفراق ومن جفا الخلان، لكني لو بموت وان ولا طرد المقفيني، فمن الله كاخر
قصيدة ما لا عنوان ولكن طالبك لقبيت عني لا تخليني. الحمد لله على السلام. الساعة كم؟ الساعة كم؟ الساعة كم؟ بما اني فاضي خلني اقشع هذه بذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. والله صدق بمعنك يا صبرتي. الله هذا انا ما ادري والله وين هي الكاميرا هذه ما ادري هذه البكاد ان هذا انا هذا هذا هذه يوم كنت انا سفير قرب دعني بادر وبيض الله وجيههم وقف الرحمة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم انا وكاف اليتيم كهاتين في الجنه واشر بالسبابه والوسطى شاركنا الاجر وكن من قوافل المساهمين. قوافل المساهمين يعني تصدقوا وبادروا وكونوا من المساهمين وجمعية عروة وهذا الكود حقهم والله يجعلنا حنا وانتم من الصادقين المخلصين لله سبحانه وتعالى. بادر بريال بريالين ثلاثة أربعة مية ميتين أهم شيء تصدق واجعلها لله سبحانه وتعالى. أمس يوم كنت مع فقرة الشيبان كانوا يسولفون عن موضوع صاير والله ما أدري بالجزائر ما أدري بليبيا البيت اللي ما انهدم سبحان الله كله منهدم اللي حولهم وكل شيء إلا في بيت البيت هذا يقولون لأنه كافل أيتام. لا إله إلا الله شوف السبب اللي حتى يقول ما جهطي. فالصدقة وكفالة اليتيم وهذا وجميع أنواع الصدقة تدفع عنك بلاء وترزق. أتصدق تصدق تصدق يا مال الغنيمة يا كنترول يا الربيز ألو أتمنى أنكم تحطون على الشاشة أرقام جمعية عروة وقف عروة وقف الرحماء جمعية عروة يقولون أوكي 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 يقول خلاص بيحطونه عادي بيحطوا لكم الأرقام ساهموا وبادروا والأجر الأجر يا مال الغنيمة. والله أني ودي كل الناس كله كل كل الناس انها بالجنة روح الجنة. احنا بالدنيا الدنيا فانية لكن نساهم نساهم اظن عسى الله يجعلنا من اللي في الجنة يا حي يا قيوم. احنا والداء جميع المسلمين ولا الدنيا هذه فانية. هيو تبي تجلس عمر كم 50 60 70 80 100 كلها مره ثانية. ريت لو وصلت 100 عسى الله يرحمنا بروحك ودك توصل 100 وانت بعفو وعافية بس اي ما انت مشغل احد ولا كذا بس عظامك تشيلك وتروح وتجي. والله انك ودك توصل 100 عسى الله يرحمنا بروحك لكن عاد عسى الله يختم لنا بخير وهو السميع العليم. الدنيا والله فانية كلها تروح الايام والسنين مثل قرماشة العين يعني يعني انت لو ترجع بالذاكرة يا ابو خشمان وين كنت انت السنين اللي فاتت كلها راحت كذا برمشه عين. تقول ياسر علي درست وخلاص وتوظفت وكذا كلها 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 والله انها روحت. تقول تقلبس وهي سنين يا شيب ودك ان الواحد بس يطلع بالذكر الطيب ويقولون له الناس الله يذكره بالخير. هي لذة الحياه انك تطلع بالذكر الطيب وتطلع بالعلوم الغانمة وكفن خيرك وشرك. لا تؤذي أحد ولا تلعب مشاعر أحد ولا تجرح أحد ولا تظلم أحد ولا تغتاب أحد ولا تبهت أحد. إيش يا ولد دع الخلق للخالق إيش أجلس مثل كذا أجلس سوي لك براد وخذ من هالقصيد وعندك هذا ولع واستانس واقصد وسولف وغن وهوجس وهرج روحك يا ولد إيش عليك من العالم استانس استانس دع الخلق الخالق استانس. والله ما والله لا انت وكيل ادم على ذريته ولا انت مكلوف بخلق الله
ولا احد والله معطيك من مخبات ولا انت معطي احد من مخبات يا اخوي عش. فيه بكتاب قريته مبطي الشعراوي على ما اعتقد يقول كان جالس هو مطعم او كذا يقول فيه اكل كان هنا القطاوي يمرن عند الاكل ولا ياخذنه يقول وانا كنت ضايق يقول امور عندي يقول القطاوه ما ياخذنه الاكل هذا يقول فاستغربت يقول جلست اطالع كذا يقول جاء طير من السماء واخذ الاكل وطار يقول عرفت ان هذا رزق الطير يقول يوم شفت ان هذا رزق الطير ما حد جاء اخذه والبساس يمرن من عنده يقول عرفت ان رزقي ما حد ما اخذه فرزق يبي يجيك المكتوب يبي يجيك ماك عن المكتوب عش الحياه عش المكتوب يبي يجيك ورزقك يبي يجيك والله ما حد ياخذه اللي كاتبه الله لك انه يبي يجيك ما دام انك تدري ان اللي كاتبه الله لك يبي يجيك استانس اضحك يجيك واحد يعني ما يفهم مقافل بخه ويقول اه قل صح انت صح انت صح خلاص خلاص يا رب طيب واحد يجيك يقولك انت غلطان اوكي ترى ما هو انت مجبور تقول لا قل له صح انا غلطان طيب انت لو قلت له صح وش راح خلاص يجيك واحد يقولك لا ابي ناقل قل له طيب انت وش اللي تبي يقولك ابي كذا قل خلاص بس ترى في بعضهم اصابعك ما يسوى الاخوان ما هم سوى يعني انت تفكيرك ما هو زي تفكير هذا ولا هو زي تفكير هذا كل واحد تفكيره ثاني فايش انت الحياه فيها ياسر التويجي الظاهر يقول عش الحياه برغبتك ومباديك عش منفتح عش منغلق لا تعاني اللي يحبك كيف ما كنت بيجيك ونجاك ما انت بحاجه لشخص ثاني صدق عش الحياه ومحمد المقحم يقول ان ما لقيت اللي تحب لازم تحب اللي لقيت أصعب حياة تعيش ما عندك حياة تحبها وهو صادق أنت إذا ما لقيت اللي تحب هذا حب اللي أنت لقيت الحياة اللي أنت فيها لأنك صعب أنك تعيش وأنت ما تحب أصعب حياة تعيش ما عندك حياة تحبها تقبل الوضع عيش حبيت بيت قل لاعب المباراة أنا مصلحة سولف زيادة أتعب والله أتعب أنا ودي أسولف بس أتعب أنا أتعب والله فالشاهد من الموضوع تصدقوا وبادروا وكل شيء خلوه لله خلوه لله الدنيا تزيد يا ما فرق العين يطول علي وانا متهاونها وثرها ايش يقول عذب لها فيها بيأت يقول ابكنت وين انت غايب طول هالمدة عسى مغيبتك خير ولا ابك خلافي أبكنت وين أنت صبري واصل حد عقبك لقيت العذاب أشكال وصناف أبكنت وين أنت صبري واصل حد لا أبكنت وين أنت غايب طول المد عسى مغيبتك خير ولا بك خلافي أبكنت وين أنت صبري واصل حد عقبك لقيت العدا بأشكاله وصنافي أي والله اي والله اي والله يقول ادري شكل يومي انك تدخل حسابي وتشاهد اخر جديد فيك سويته ابى اسالك ما ذبحك الشوق في غيابي ابى اسالك صدق صوتي ما تمنيته انا سبايبك هاجر معظم اصحابي والحزن من يوم ما قفيت خويته والمشكله شايبك لو تكثر اتعابي ما هو بمن صاليه مني تنصيت ول فوقها مسحب وان كنتي ذرابك
مجدك لقدام ومجادك ورا ونحق فيك الدنيا. أنا بحتفل. طيب يلا الناس تحتفل وكذا، وأنا ما أقدر أطلع ولا أقدر شيء. يلا خلني أحتفل. فوق 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 هام السحب وإن كنتي درى، فوق مجدك لقدام ومجادك وراء ونحكوا فيك الثمنرى. يا سلامي عليكم يا السعودية، يا ديار الشيم يا دار الأوطاني. كذا الكاميرا وينها؟ هذه الكاميرا إذا هي هذه نزلها وارفعها علشان أبا كذا. ما هي هذه؟ شوف قل كذا. لا ما هي. طيب هنا فوق فوق يا وتر دقيقة. مجدك لقدام وامجادك وراء ونحكوا في هكذا. ارشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك ابو خشمان، حياك ارشيد. تعال تعال دونك، تعال دونك، خلنا نخلص فقرتنا. تعال توحيني ولا لا؟ اشوفك انت توحيني. اي احيك اجيك. تعال تعال. يا سلامي عليكم يا السعودية، يا سلامي يا ديار الشيا